اوكي، هلو everybody. فاذا هنشوف اليوم، هنكون the second part of the introduction للروبوتكس. And in this part we will take a look at what we will see in this course. فمينلي هنحكي عن الموديلينج، عن الماثماتيكال موديلينج of robots, how the robot are modeled mathematically. بعدين هنحكي عن common kinematic arrangement. شنو الكينيماتيك ارانجمنت للروبوت؟ كيف ممكن يكونوا اللينكس والمانيبيوليت والجوينتس، كيف بده يكونوا مقسمين، شو الانواع وشو الكونفيجريشنز البوسيبل. واخر بارت حناخد اكزامبل عن الكورس، شو حنشوف بالكورس بحدد لنا شوي شو حنشوف بكل هيدا الكورس. طيب اذا بلشنا بالماثماتيكال موديلينج اوف روبوتس، فاذا وي نو ذات اي روبوت مانيبيوليتر consists of a sequence of rigid body links. يعني بمعنى أنا في عندي links اللي هن مثل بالرسم هن هول. اوكي، هول هن links وموصولين ببعضهم by joints, by the means of joints، مثل اللي هون، مثل اللي هون، أو اللي هون إذا بدكم، وهيدا اللي هون، etc. في عنا مجموعة joints. هول joints هن عبارة عن articulations، واللي هن شبهين بالمفاصل اللي عنا بجسمنا. المفاصل هن joints، اللينكس هن مثل العظام، عنا هن اللينكس بجسمنا. بالروبوت نفس الكونسبت، الريجيد بوديز هن اللينكس والجوينتس، عنا الجوينتس هن اللي بيحققوا الموشن. فإذا المانيبيوليتر فينا نقول فيه مؤلف من قسمين. The first one is an arm that ensures mobility. الارم هي بتحقق لنا الموشن، مثل ما ايدنا بتحقق الموشن. والريست اللي هو المعصم، الاخر شيء اللي بيكون بالايد، اللي هو بحقق لنا الدكستريتي. الدكستريتي بمعنى انه بخلينا نعمل الروتيشن اللازم حتى نقوم بالتاسك بطريقه فيها احترافيه اذا بدكم. اوكي، يعني مثلا الاكزامبل بكل بساطه، اذا بدنا نصب بالمي من قنينه، هيدي بدها certain dexterity، بدنا نعمل rotation وبدنا نحرك الايد وكذا، ففيها شوية dexterity. وفي عنا الاند افكتر. الاند افكتر اللي هو بيكون التول اللي هو باخر الروبوت، واللي هو بيكون الهدف الروبوت شو بده يعمل. اذا الروبوت مثلا هدفه pick and place object، بيكون عنا عبارة عن gripper. اذا مثلا بدنا نحفر، بيكون عبارة عن شيء مكان للحفر، طول للحفر. اذا بده يرسم بيكون عبارة عن قلم. اذا بده يلون مثلا ممكن يرش، بيكون عبارة عن شيء برش مثلا حبر، etc. فالاند افكت ممكن يكون فك براغي، ممكن يكون اللي هو، فحسب شو الابليكيشن اللي بدنا اياها من الروبوت بيكون الاند افكتر اللي هو بيحقق لنا التاسك. وعادة هدف الروبوت، كل شيء حندرسه بالروبوت مانيبيوليتر، هو to model and control the robot manipulator in order to achieve the task. يعني بمعنى in order that the end effector achieves the task. The structure of a manipulator may be open kinematic chain مثل اللي شايفينه على الشمال، and may be closed kinematic chain مثل اللي شايفينه على اليمين. open بمعنى في sequence of links بتربط لنا ال two ends of the chain، اللي هن البيز والاند افكتور مثلا. والكلوز كاينيماتيك تشينج بمعنى انه السيكونس في عنا بتلاقوا مثل لوب. اوكي، فهيدي بسموها كلوز كاينيماتيك تشينج. هلا مينلي الكلوز كاينيماتيك تشينج بنشوفها بالبارلل روبوت. طيب هلا بعد ما حكينا انه الروبوت عادة المانيبيوليتر از كونسيست اوف لينكس اند جوينتس، هنشوف تايبس اوف جوينتس. في عنا مينلي تو تايبس اوف جوينتس. في عنا prismatic joint وفي عنا revolute joint. ال prismatic joint مثل اللي شايفينها فوق، واللي هي بتتحرك بشكل translation مثل ما شايفينها هون بهالشكل، بتطلع وبتنزل. بينما ال revolute joint هي اللي بتعمل rotation حوالي a certain axis. فإذا prismatic هي بتعملنا motion of translation، بينما ال revolute it creates a relative rotational motion between the two links. فهيدي هي الفرق بين ال prismatic وال revolute joint. عادنا حنشوفهم اثنيناتهم نحنا، البريزماتيك جوينتس والريفولوت جوينتس، بيمرقوا معنا بالروبوت كل واحد بابليكيشن معينه. وهول بشكل عام اللي بيحققوا الموشن اوف ذا روبوت. نحنا حنعتبر انه ايتش جوينت كورسبوند تو اي سنجل ديجري اوف فريدم. لما نحكي ديجري اوف فريدم يعني بنحرك بقلب بوان دايركشن. البريزماتيك جوينت اللي هو هيدا بحرك لنا بيعمل لنا ترانسليشن along this direction،
بينما الريفولوت جوينت بيعمل روتيشن اراوند ذس اكسس اوف روتيشن. كل واحد بيعملنا حركة واحدة 1 degree of motion 1 degree of freedom of motion. فإذا بشكل عام الريفولوت جوينت هي اللي عادة it's preferred to prismatic joint لأنه هي more compact و reliable لأنه عادة هي بتكون connected directly to the motor. إذا عنا موتر بستخدم motors مثلا كأكتويترز بمعظم الحالات. بينما إذا بدنا نروح على البريزماتيك جوينت، البريزماتيك جوينت في عنا ترانسليشن، والترانسليشن إذا عنا موتور بحاجة لترانسليشن ميكانيزم ليحولنا روتيشن انتو ترانسليشن. فبضل أحيانا بنفضل نحن بأحيان كتير بنفضل الريفولوت جوينت. طيب فإذا الريفولوت هو إذا بنشوفها من ناحية 2D it's the joint that ensures the rotation. هون حوالي الاكسس اللي هون طالع لبرات الصورة هو، او اذا بنشوفها بال3D بنعملها representation بشيء شبيه بهذا الشكل. هون بنحدد الاكسس of rotation وهون في عنا rotation of the joint. بينما البريزماتيك كان بي modeled او السيمبل لألف بال2D بيكون بهذا الشكل، بال3D بيكون بهذا الشكل. it ensures the translation of the object. طيب السؤال اللي بسأله how many degrees of freedom a robot need. إذا طلعنا على هذا الروبوت اللي شايفينه هون بنلاحظ إنه عم يعمل في عنده كتير حركات بكذا direction. أوكي بيعمل rotation بيعمل شو اسمه motion. فهيدا بصير بقلب ال يعني عم بيصير بالروبوت. فلاحظوا قديش في عنده mobility وقديش في عنده dexterity وقديش في كم motion how many degree of freedom we need. فإذا في عنده كتير degrees of freedom this robot ليقوم فيها. طب إذا نسأل سؤال how many degrees of freedom a robot need، إذا بدنا نفكر فيها شوي قبل ما أعطيكم الجواب. طيب نبلش أول شيء degrees of freedom بدهم هن يعني how many. لما نقول degrees of freedom قصدنا بكم كل degree of freedom يعني هي direction of rotation of motion للروبوت. اوكي ف مثلا اذا عندنا joint هيدا joint حيعطينا 1 degree of freedom، اذا عندنا 6 joint حيكون عندنا 6 degree of freedom، اذا عندنا 10 joint حيصير يكون في عندنا 10 degrees of freedom. بس سؤال الروبوت how many degrees of freedom نحن بحاجة له بالروبوت. فإذا degrees of freedom أول شغلة لازم should be distributed along the mechanical structure، يعني مش تكون كلها concentrated بمحل واحد، لازم تكون موزعة على كل الميكانيكال structure لحتى يكون في عنا a sufficient number to execute a given task. يعني ما لازم نحطهم كلهم مثلا يكونوا اوكي رح بحط 6 joint بس 6 joint حطهم parallel على بعضهم كلهم بيعملونا نفس الموشن. اوكي ما إلها طعم. اوكي ببطل إلها طعم ساعتها. بشكل عام اذا بدنا نعمل نحن اي تاسك اوكي نحن بحاجه ل نحرك الاوبجكت بالسبيس. لما نحرك الاوبجكت بالسبيس we mainly consider the position of the object. يعني افترض هذا الاوبجكت بدنا عندنا هون بدنا نعمل بيك اند بليس مثلا. اوكي عندنا هيدا تيوب بدنا نعمل له بيك ناخده من هون نعمل له بوزيشننج بهيدي البوزيشن. فإذا في عنا position للأوبجكت مهمة والposition مثلا افترضوا أخذنا للcenter of gravity واللي هو position اللي قاله مثلا كانت x y z. طيب هل نحن بكفي إذا أخذناه من هون لهون نقول أوكي إذا حركنا position فإذا الأوبجكت صار عنا إياه هون أوكي فبنعرف نحن وين x y z desired ناخدها من هون لهون بيمشي الحال شيء. فإذا basically بالروبوتكس ال coordinates ال x y z بحدولنا ال position، بس ال position is not sufficient in order to describe the position of the object. منا كافي. ليش منا كافية؟ لأنه أنا for the same position مثلا of the center of gravity ممكن يكون عندي ال object بهيدي ال direction. اوكي ممكن يكون بهيدي ال direction، ممكن يكون بدايركشن تاني بالقلب اتسترا. فاذا البوزيشن لحالها ما بتكفي وهيدي البوزيشن هي بوزيشن غلط. انا حققت البوزيشن للسنتر اوف جرافيتي بس ما حققت البوزيشن الديزايرد اللي انا بدي اياه. اوكي لانه انا بهمني الاوبجكت بس يكون فيرتيكال.
اوكي مثلا. ف I need to specify another variable اللي هي بسموها الاورينتيشن. شو هي الاورينتيشن اوف ذا اوبجكت؟ وعادة we use three coordinates ال x y z to describe the position of the object, بس كمان بنستخدم three variables to describe the orientation of the object واللي هنحكي عنهم بعدين بالكورس, واللي هن three angles عمليا at least. ممكن نعمل description بأكتر, بس انه فإذا عمليا نحن لما نحكي بال three dimensional space, بدنا نتحرك نحن بال three dimensional space, فإذا نحن بدنا نحكي عن 6 degree of freedom in total نحن بحاجة لنحقق من ناحية التاسك. يعني انا بدي اعمل positioning بx y z, وبدي اعمل position, بدي اعمل orientation بشكل دقيق. فاذا لحتى الروبوت يكون يقدر يعمل هيدا التاسك ويقدر يعمل positioning ب 6 degree of freedom, نحن بحاجة at least to 6 degree of freedom من ناحية الروبوت. اوكي at least فينا نطلع أكتر, بس at least إحنا بحاجة ل 6 degree of freedom. فإذا إذا كان عندنا الروبوت كان عنده more degrees of freedom than the task, task إحنا اللي عنا هي بدها 6 degree of freedom. إذا الروبوت عنده more degrees of freedom بنسميه redundant robot. أوكي طيب اوكي ف we will define هلا some elements that we will use throughout the course. Some حنقول some nomenclature, some keywords هول اساسيين بالروبوت. اول شيء حنعرفه هو the joint space or configuration space. اوكي رح تلاحظوا في joint space, في operational space, etc. الجوينت سبيس او الكونفيجريشن سبيس هو على حطينا احنا الديفينيشن كامله, هي السبيس اللي بتحدد اللوكيشن للاوبجكت, كل البوسيبل كونفيجريشن للاوبجكت, يعني كيف ممكن يكون المانيبيوليتر باي بوزيشن وذ ريسبكت تو ذا جوينت فاريبلز. يعني بمعنى انا اذا رحت على حي الله روبوت, اوكي رحت جيت لهون مثلا, اوكي جيت قلت انا هاو ماني جوينت في عندي, عندي لنفترض هيدي وحده, هيدي جوينت مثلا, هيدي جوينت, رام في كذا جوينت اتسترا, رام في كذا جوينت اتسترا. جيت قلت اذا انا حطيت ال Q1 هيك سميت الجوينت بهالقيمه, و Q2 بهالقيمه, و Q3 بهالقيمه, وهن عنده 6 degree of freedom اتسترا, وال Q4 بهالقيمه اتسترا, وصرت غادي غير ال Q1 وال Q2 وال Q3 وال Q4, اخذت كل البوسيبيليتي لالهم. شو هو الرينج اوف اول ذيس سبيسز؟ هيدا اللي احنا بنسميه ذا جوينت سبيس. Joint space يعني بالنسبة للjoints, okay, بالنسبة للjoints with respect to the joints. أول اللي بنسميه هذا configuration space. من ميل التاني ال operational space or the task space, هن ال space اللي هي من ناحية ال end effector, من ناحية ال end effector. فيعني أنا لما أطلع شوف شو ال position, ال location, ال orientation, كل شيء of the end effector بكل ال possible configurations, كيف ال end effector ممكن يكون ال position تاعته. فهيدي ال task space عادة نحن بنعرفها هي R3 اللي هي اللي بتعطينا ال XYZ multiplied على ال cross هيدي ك vector, مش ال vector product, هيدي بمعنى ال space انه نحن عم ناخد ال R, يعني هيدي معناتها عم نحكي هون في عنا R3 وفي عنا ال SO3. ال SO3 اللي بتحدد ال rotation group, وهيدي اللي بتحدد لنا ال XYZ اذا بدكم. Okay. يعني هيدي بتطلع عبارة عن 6 variables. فال R3 هي الكارتيجين كوردينيتس, وال SO3 هي الروتيشن جروب, روتيشن لكل يعني كل possible rotation groups لل end effector. Okay. فإذا إذا نحن عم ناخد ال end effector بposition من هول positions, بيكون في عنده a certain XYZ و a certain orientation, مثل ما حنعرف بعدين ال orientation. اوكي فاذا الام هي عاده هي دايمنشن للفيكتور اللي ذات ديسكرايب ذا بوزيشن اند اورينتيشن, وهو له علاقه بالنمبر اوف اندبندنت بارامترز اللي هن من نيسيسري تو ريبريزنت اند افكتور. عاده الام هي اصغر او بتساوي بتكون من 6, اوكي اصغر او بتساوي من 6 اللي هي عمليا
افترضوا مثلا اذا عم نشتغل بال3 دايمنشن عندنا 6 بكون، اذا عم نشتغل بال2 دايمنشن بكون عندنا 3. اوكي مثل ما حنحكي بعد شوي بكون عندنا بس 2 بوزيشن اكس واي، وعندنا الاورينتيشن هي ثيتا بس مثل ما حنعرف بعد شوي. اوكي فاذا هيدي هي الفكره. فالام هي بتكون less or equal to 6. 6 اذا عم نشتغل بالديجري او بال3 دايمنشن سبيس عندنا 3 للبوزيشن 3 للاورينتيشن، واذا عم نشتغل مثلا بال2 دايمنشن بكون عندنا 3 فاريبلز. الان هو عدد الجوينت فاريبلز، كم جوينت في عندنا؟ فعاده الام از ليس اور ايكوال ذان ان لازم يكون حتى نقدر نحقق كل البوزيشن بالسبيس، والا بكون عندنا ما بنقدر نحقق كل البوزيشن. طيب another definition هي redundancy. A robot is redundant if it has more degrees of freedom بال joint space من الام اللي هو of the operation space او task space. اوكي فبس هون بس ملاحظة ال joint space هي اللي عليها بال joints، من ال operation space or task space هي عليها بال task. لما انا عم مشي الروبوت اعمل operation شو هي space تعيد الموشن للروبوت. طيب redundancy شو فكرتها؟ هي لما number of degrees of freedom of بالtask space هي أقل من number of degree of freedom in joint space، أو بمعنى joint space عنده أكتر degrees of freedom من الأساسيين بالtask space. يعني أخذ example، إذا أنا عم اشتغل بال3D وأنا بعرف إنه الأم maximum هي 6، فبأخذ الأن هي 7 8 9 10 etc. هول بيكون كلهم redundant. redundant يعني أنا فيه أعمل نفس الموشن بكذا طريقة. اوكي مثل ما حنحكي عنها بعد شوي كمان بالبارت الأخيرة من هيدا الشابتر. فلما يكون عندنا نحن redundant robot هيدي بتخلي الروبوت بتكبر أول شيء reachable work space، يعني لوين بيقدر يوصل الروبوت الwork space بيكبر، وبتحسن performance بس بتصعب شوي أحيانا الكنترول لأنه ممكن لنكون بنفس البوزيشن ممكن يكون في عندنا كذا حالة. هيدي هي. فإذا أي for a simple open chain يعني الروبوت العادي السيريال اللي نحن شفناه قبل شوي لحتى يكون redundant ممكن يكون عندنا هول الحالات. أول شيء عندنا more than 6 joints، عندنا 7 or 8 or 9 أو اللي هو، أو عندنا more than 3 revolute joints. أوكي الأكسس بيكونوا بقلب نقطة. هول الحالات يعني عمليا هن اللي ممكن يكونوا redundant. ف عندنا another definition هي singular configuration. singular configuration هي الconfiguration للروبوت اللي بيخسر فيه عادة الروبوت degree of freedom. هلاش بيخسر فيه mathematically هنرجع نحكيها بعدين، بس هي الفكرة انه انا بخسر degree of freedom. افترضوا انا صار في عندي two axes parallel على بعضهم. اوكي فتو بريزماتيك صاروا بارل على بعضهم. طب لما انا عندي تو بريزماتيك بارل على بعضهم وصاروا يتحركوا، يعني هذا البريزماتيك جوينت وهذا بريزماتيك جوينت، هذا صار يحرك لي الروبوت هيك، هذا صار يحرك لي الروبوت هيك، بشكل انه اخر شيء الاند افكتور كله حيمشي بالحالتين بنفس الطريقه. اذا صاروا بارل على بعضهم معناتها انا هون خسرت ديجري اوف فريدم. يعني انا افترض كان عندي ست جوينت بس صاروا اثنين بارل على بعضهم، طب فصار عندي عمليا 5 بطل عندي 6. لما صار عندي 5 يعني ما عادش انا اقدر احقق الاورينتيشن بال 6 degree of freedom. فهذا اللي بنعبر عنه نحن انه the number of degree of freedom بصير is less than the dimension of the operational space، بصير اقل لانه نحن خسرنا degree of freedom. هون بصير عندنا مشكله انه بصير الروبوت ما بي في بعض الحالات لما يوصل لهون بصير في مشكله. اوكي وبنحكي عنها بعدين كمان لقدام بنحكي على الكاينيماتكس واتسترا والجاكوبيان وهالقصص. فهيدي المشكله بتخلينا انه اول شيء ماثيماتيكلي نبطل نقدر نحسب الانفرس اوف ذا ماتريكس، وفيزيكلي بنخلي الروبوت انه از ستك ان ذس بوزيشن بطل يقدر يعلق يطلع منها. بدنا نطلعه احيانا مانيولي لحتى نرجع بعدين نقدر نكمل نرجع نكمل الشغل. فهيدي بتصير عاده بحالات لما يكون عندنا تو بريزماتيك جوينتس بصيروا بارالل، أو two revolute joints line up بصيروا يعني يعملوا نفس الروتيشن لايناتهم. فنفس الروتيشن بطل في عنا نحنا ببطل في عنا أهمية كتير لأنه صاروا عم يعملوا عم بيأثروا بنفس الطريقة على الـ output. طيب ف
بعد ما تعملنا هول الديفينيشنز هول بشكل عام هنحكي انه some characteristic to be considered when fabricating a robot. هول من الاساسيين اللي بدهم يمرقوا معنا. اول شغله في عنا the workspace، والworkspace هو اذا انا حاطط روبوت ال environment اللي بيقدر الروبوت يشتغل فيه، وين بيقدر يوصل، لوين بيقدر يتحرك، كل هيدي البارتي الworkspace. وهي لها علاقة بالفورم اللي بناخده، بالكاينماتكس تشين اللي بناخدها اتسترا. فالورك سبيس هو شيء كتير مهم بالروبوت، حتى اذا انا بدي اخد مثلا بيك اند بليس من محل للتاني واخشيل الورك سبيس ما بكفي، مشكلة. فالورك سبيس هو شيء اساسي لناخده. والشيب والفوليوم اللي هو ديبند على المانيبيوليتر ستراكشر وعلى الميكانيكال جوينت ليميتس واتسترا كذا شيء. تاني شغلة مهمة when we fabricate a robot هي البيلود، اللي هو البيلود هي قديش بيقدر يحمل كوزن، وهي كمان شيء كتير مهم بال روبوتكس. انه انا بدي اعمل روبوت بده يعمل بيك اند بليس ل 5 كيلو جرام، غير اذا بدي اياه يحمل اشياء فيها 100 جرام مثلا. اوكي، ففي فرق، في فرق بالموتورز اللي بدي استعملهم، في فرق بالستراكشر اللي بدي استخدمها، في فرق بكتير اشياء اللي بدنا نعملها. اوكي، فاذا هيدي من اهم الاشياء اللي لازم ناخدها بعين الاعتبار. في عنا the maximum velocities and accelerations اللي بقدر اوصلها بالروبوت، هيدا شيء ضروري جدا. وفي عنا the performance اللي هن بشكل عام the accuracy وال precision. في عنا the resolution اللي هي the smallest possible modification of the robot configuration. يعني قال انا resolution بمعنى انا قديش هيدا الروبوت مينيموم بيقدر يتحرك. يعني افترضوا ناخد example، resolution هي مثلا انا عندي سير 3D printer، قدي اصغر motion فيه اعملها، قدي اصغر مثلا عندي زاوية، قديش مثلا اصغر شيء ممكن حتى، او عندي مثلا موتيف بيجي مثلا بهيدا الشكل. افترضوا هون عندي سكوير وعندي شيء بدي فرغه هون بالنص مثلا، قد مثلا بس عندي شيء كتير ضيق بدي اشتغله بالمايكروميتر ليفل. فالريزولوشن هي قديش انا المينيموم موشن اللي بيقدر الروبوت يتحرك، حتى مثلا بهيدي الزون ما يقدر يحط شيء مثلا ماتيريال بس يقدر يحط براطه. فقديش مثلا في اونز اصغر بحجم، هاي هي ريليتد تو ذا ريزولوشن اوف ذا 3D printer. نفس الشيء الروبوت، اذا انا بدي اعمل positioning، اذا عندي شيء very precise بدي اعمل positioning هون بشكل كتير دقيق، قد ايه resolution مثلا، فبدي احط object هون بدي اعمل insertion ل object هون. اوكي، بس عندي very small مثلا هنقول space to make the insertion، قد ايه resolution للروبوت. اذا الروبوت resolution بالمليمتر بينما هول مثلا كلها هيدي هي عبارة عن 50 micrometer، يكون في مشكلة. اوكي، ففي عنا limit بالresolution. الaccuracy والprecision هي بمعنى اذا بيعبروا عنا عادة using four drawings. اوكي، four drawings. ترضوا احنا عم نلعب هيدا بدنا نصيب على بالسهم مثلا. اوكي، اللعب التقييم بالسهم منون identical، احنا بدنا نصيب هون التارجت مثلا. اوكي، قام واجا الاوبجكت مره منصيب بهيدا الشكل، مره هون مره هون مره هون مره هون مره هون، مره منصيب كلهم بس منصيب هون. اوكي، مره بنجي لا منصيب هون 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 هون، ومره منصيب كله هون هيك كتير راب لبعض. أوكي، طيب هون منكون نحنا accurate and precise، ما في مشكلة accurate and precise الحد الاثنين بيتطبق. بهيدي الحالة not accurate and not precise، ما عم نصيب بشكل دقيق، نحنا هدفنا نصيب التارجت اللي بالنص، لا عم نصيبها بشكل دقيق ولا عم نصيبهم حد بعض. طيب يبقى عنا الحالتين الاخرين. هول الحالة اللي على اليمين هي بتعطينا high precision low accuracy، وهي دي بتعطينا high accuracy low precision.
اوكي، فاذا البريسيجن هي الفكره انه يكونوا كلهم قراب لبعضهم. اوكي، لما يكونوا كلهم قراب لبعضهم بتكونوا بريسايز، لما يكونوا قراب للتارجت بيكون اكوريت. فهون كلهم قراب للتارجت عم نصيب بطريقه قريبه، بس مش كلهم بلزق بعضهم في مسافات، بينما هون مثلا قراب لبعضهم وبريسايز، بريسايز يعني قراب لبعضهم بس ما انهم اكوريت لانه بعاد عن عن التارجت. فاذا الاكوريسي هي بتحدد لنا قديش احنا قراب للتارجت، بينما البريسيجن بتحدد لنا قديش قديش ال repetitive task بوصلونا لنفس المحل. فيعني البريسيجن ممكن ما نوص ما نصيب بالنص نحن التارجت اللي بدنا اياها، بس نصيب شيء حدا بعيد عنا شوي، بس على طول عم نكون repetitive، يعني بمعنى كل مرة عم نرجع نصيب نفس النقطة، هيدي بتكون precise. الاكيورسي انه صيب قريب للتارجت بس كل مره بعيد عن الثانيه، يعني مره صيب قريب من هالميله، مره صيب قريب من هالميله، مره صيب قريب من هالميله، مره صيب قريب اتسترا، بس ولا مره عم ارجع صيب تقريبا نفس المحل. فاذا بالروبوت يمكن يفترض يكون عندنا هاي بريسيجن وهاي اكيورسي باثنين، هدفنا نصيب التارجت وهدفنا انه التاسك يكونوا ريبيتيتيف، بمعنى انا اذا بدي اقول له روح على هيدي البوزيشن، هو مثلا بدي اقول له هو كان هون المانيبيوليتر، بدي اقول له روح لهون، هدفي على طول يروح من هون لهون وبايرور صغيره ممكن، بس انه مش انه له يروح لهون ويروح لهون. اوكي، قوم يرجع تاني مره له روح هيدي البوزيشن ويروح لتاني بوزيشن تاني، له بعدين روح يرجع يروح لهون. فاذا هدفنا يكون both precise and accurate. واذا كان في عندنا مشكله بالاكوريسي ممكن نعالجها بطريقه معينه بالكنترول، بس مشكله البريسيجن اذا كان كل مره عم يشتغلها بطريقه مش مختلفه معناتها في عندنا مشكله كمان بتكون كبيره. فهول من البرفورمانس الاساسيات عاده ان ذا فابريكيشن اوف روبوت. لما نحكي عن روبوت هيدي من الاشياء الاساسيات عنه. طيب هيك بنكون خلصنا هيدي البارت من الشابتر. بالبارت الثاني حنحكي على الكاينماتيك ارانجمنت اوف روبوت، حنرجع بعدين نحكي عن اوتلاين اوف ذا كورس، ناخذ هيك اكزامبل بسيط ونشوف شو حنشوف بهيدا الكورس. ماشي، يعطيكم العافية ونشوفكم بانذر فيديو.